سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرنا وأراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. لا إله إلا الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوم تتقلب فيه قلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا في هذا المجلس المبارك لإعطاء الانطلاقة لبناء مسجد أولاد بن عزة تحت إشراف المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنسيق مع جمعية التوحيد التي ستتولى بناء هذا المسجد. نرحب بفضيلة الأستاذ الفاضل السيد ميمون بريس والرئيس المجلس العلمي المحلي للناظور، كما نرحب بفضيلة الدكتور أحمد بن الحاج المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، ونرحب بالسادة المرشدين والمراقبين والأئمة والحاضرين جميعا كل باسمه وصفته. برنامج هذا الجمع المبارك بعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم سنكون مع كلمة ترحيبية عن جمعية التوحيد التي ستتولى بناء هذا المسجد، ثم مع كلمة لرئيس المجلس العلمي، ثم كلمة السيد مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم مع أمداح نبوية، وسنختم اللقاء بالدعاء لمولانا أمير المؤمنين. إذن في البداية سيتفضل عن الجمعية السي عبد الرحيم دويا، فليتفضل مشكورا في كلمة ترحيبية. السادة أعضاء المجلس العلمي، السادة الفضلاء أئمة المساجد والخطباء والوعاظ والمرشدين والمراقبين، السادة أعضاء مجلس جماعة ولاة ستوت، السادة أعضاء مجلس جماعة زيو، والسادة الحضور الكرام، يشرفنا في جمعية التوحيد لبناء مسجد بدوار أولاد بن عزة أن نرحب بكم جميعا في هذا الحفل المبارك لانطلاق أشغال بناء هذا البيت من بيوت الله. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة ما لبناء بيوت الله وعمارتها والعناية بها من قيمة عظيمة وأجرا كبيرا عند الله، فقد حثنا ديننا الحنيف على هذا العمل ورغب المؤمنين فيه في كتابه الكريم كقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يشارك العلماء الناس في هذا الخير
والحمد لله مؤسسة العلمية على المستوى الإقليمي دائما حاضرة في تأسيس المساجد وتشجيع على بناء هذه المساجد. حتى لا أطيل عليكم أعطي الكلمة لفضيلة الأستاذ السيد ميمون بن رسول فليتفضل. مشكورا مأجورا. ها نحن مرة أخرى نلتقي في بقعة مباركة وهي هذه البقعة في دوار ابن عزة من أجل إعطاء انطلاقة لورش بناء مسجد ولا يكون إلا على أسس من تقوى الله تعالى. لأن أولا هذه البقعة محبسة وهي موقوفة على بناء المسجد من طرف صاحبها الذي أراد أن تكون صدقة ليبنى عليها بيت يكون على هذا الطريق الرئيسي المؤدي من مدينة زيو إلى مدينة وجدة. فهنيئا لهذا الرجل ولهذا المحبس الذي حبس هذه القطعة. ولا شك أنه يعلم أهمية الصدقة فلا يمكن أن يخفى على هذا المحبس أهمية الصدقة. هو يعرف جيدا على أن الصدقة هي من أعظم الأعمال. يسعدنا كثيرا أن نحضر في هذا اللقاء المبارك وفي هذه البقعة الطاهرة التي ستصبح بعد زمان إن شاء الله تعالى مكانا يوي إليه إن شاء الله تعالى العباد وحفاظ كتاب الله والأطفال وكذلك النساء لتعلم دينهم. لا شك أننا في لحظة خاصة بعد أيام اللي زرنا هذه المنطقة على ضمن هذه السنة أعتقد أنه 8 المرات اللي جينا لها 8 المرات كل مرة إلا وكان جو الواحد المسجد من المساجد اللي تفتحوا في هذه المنطقة هذه. فأعتقد بأن هذه السنة هي سنة ديال منطقة زيوة أولى ستود. المناسبة لابد من أشكر إخواننا الذين يتولون الإشراف على بناء المساجد الحمد لله على رأسهم جمعية التوحيد اللي كتولى أنها تشرف على بناء هذا المسجد. ذكر أنا أستاذ الكريم سيدي الرسول رئيس مجلس المحلي من الناظور بإخواننا على رأسهم سي دويا سيدي عبد الرحيم الإخوان ديالو وعشنا معهم تجارب أنهم عاشوا تجربة كشباب. أعتقد بأن الله عز وجل شاء أن يكون هؤلاء أن يكون على يديهم الخير. إن شاء الله سنفتح فيه المجال للإخوة ليتنافسوا على الخير وهذا التنافس تنافس شريف. والله تعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعلماء التفسير رحمهم الله تعالى قالوا أن إبداء الصدقة إذا كان فيه الخير والمصلحة العامة والتنافس فإظهار الصدقة أفضل من إخفائها. نسأل الله أن يبارك في الذين أشرفوا على وضع حجر الأساس لهذا المسجد المبارك وعلى رأسهم السيد علامة سيدي ميمون بن رسول والسيد المندوب الإقليمي أيضا سيدي أحمد بن حاج وكافة الحاضرين معنا من الأئمة والخطباء والعلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل حاضر منا نصيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل حاضر منا نصيب. Thank you.
الله يتقبل يا رب 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 يا ر